تلامذتي الأعزاء، مرحبا وسهلا بكم في درس جديد ضمن مكون الإنشاء أسلوب السرد. لنتعرف على أهداف هذا الدرس. سنتعرف بإذن الله على أسلوب السرد، سنتعرف على خطوات أسلوب السرد، ثم ستتمكنون بإذن الله في نهاية الدرس من استعمال أسلوب السرد في إنشاءاتكم. إذن قبل أن نبدأ، أعزائي سبق أن تعرفنا على أساليب متعددة في الإنشاء مثل الحكي، الوصف. سنتعرف اليوم على أسلوب جديد ألا وهو السرد. هذا الأسلوب الجديد الذي يعتبر أيضا من الأساليب الأساسية المعتمدة في الكتابة والإنشاء، في كتابة القصة، الرواية، الحكاية إلى غير ذلك. إذن السرد والإخبار عن أحداث واقعية، سواء كانت أحداثا يعني واقعية في الواقع أو أحداث في الخيال يعني يتخيلها الكاتب، باستعمال وسائل تعبيرية متعددة، يعني ليس فقط استعمال اللغة، يمكن أيضا تستعمل وسائل أخرى مثل الصورة، الصوت، الأصوات إلى غير ذلك. المهم هي أشكال تتمكن من تجسيد هذه الوقائع وتجسيد وتبيين تتابعها وواقعيتها إلى غير ذلك. والسرد دائما نجده يعني معتمدا وحاضرا في الأسطورة، في الحكاية، في الملمحة، في التاريخ، في المسرح، يعني في جميع الأجناس الأدبية باختلاف أشكالها. ويرتكز السرد على مظهرين أو على عنصرين أساسيين يعني يقوم عليهما. أولا هو المظهر الحكائي. إذا ما هو المظهر الحكائي؟ يعني هو قالب الحكاية، بمعنى أن يحتوي السرد على قصة، يعني يجب أن يكون السرد يتضمن قصة، حكاية تضم أحداث معينة متسلسلة وإلى غير ذلك. العنصر الثاني هو المظهر الخطابي، أي الطريقة أو الوسيلة تحكى بها هذه الأحداث وتنقل، إذن كيف تكون. أيضا بالنسبة للسرد هناك أمور لابد أن تتوفر فيه. أولا هي تسلسل الأحداث المرتبة زمنيا، فيجب أن تكون هناك أحداث لها تسلسل زمني ومنطقي، ويمكن يكون تسلسل الأحداث الزمنية يعني من الماضي إلى المستقبل، ويمكن أن يكون العكس، يعني تبدأ الأحداث في المستقبل أو في المضارع، تبدأ الأحداث في المضارع ثم تعود إلى الماضي. المهم أن يكون هناك تسلسل يعني زمني مرتب ومنطقي في أسلوب السرد، بحيث تكون الوقائع يعني معزولة عن بعضها البعض وواضحة، ليس هناك خلط. أيضا وحدة الحدث أو الموضوع، بمعنى أن تكون هناك موضوعا موحدا، قصة، حكاية، حدث يعني يضم هذه الأحداث ويحوي هذه الأحداث المرتبة والمتسلسلة. ثم حدوث بعض التحولات والتغيرات في الأحداث، يعني السرد سواء قصة أو رواية فيجب أن تحدث هناك أو تكون تحولات، لا يمكن أن تكون الأحداث هكذا يعني متوالية بدون أن تقع هناك تحولات، كما نرى في القصة أن لدينا العقدة، تكون هناك عقدة ثم تكون حل. أيضا في السرد يجب أن تكون تحول لتلك الأحداث وتغير في تلك الأحداث سواء في الوقائع أو في الشخصيات. الآن سنمر إلى نموذج لنرى فيه هذا الأسلوب السرد. إذا سنرى نموذجا الكاتب يعني نهج فيه أسلوب السرد. إذا في هذا النص كما ترون، في انتظار مسافر. حين جاء إلى تلك المدينة التي لم يكن له فيها أصحاب، أخذ يذهب كل مساء إلى الميناء ويقف على الرصيف منتظرا، والبواخر تزعق وهي تدخل الميناء. ترس البواخر فإذا بصفوف من المسافرين تطل نظراتهم على الرصيف،
وأيديهم تلوح لبعض المنت... تلوح عفوا لبعض المنتظرين، ومنازلهم تبعث بالضحايا، وأناملهم تلثمها الشفاه ثم ترمي بالقبل. وكان كلما بدأ المسافرون في النزول إلا ويخفق فؤاده، ونظراته تتفحص الوجوه، وقلبه يدق، وعيناه تتطلع إلى وجوه الركاب. لم يكن يعرف هل كان ينتظر أحدا يعرفه، أم أنه كان ينتظر فقط ويحلم بأن شخصا سيأتي يعانقه عناقا جديدا. إذن كما تلاحظون هذا النص نهج فيه الكاتب أسلوب السرد. إذن بدأ بسرد أحداث يعني متوالية، وهو يحكي عن هذا المنتظر، إن هذا الذي ينتظر مسافرا. إذن في البداية إن كيف وصل إلى المدينة، ثم الميناء، ثم كيف كانت نظراته، يسرد لنا الأحداث ونلاحظ تغيير في هذه الأحداث. إذا سنحلل أكثر هذا النص من خلال هذا الجدول. إذا لدينا الأحداث، أحداث النص التي قام الكاتب بسردها، ما هي الأفعال التي انبثقت عن هذه الأحداث، ثم أبطال هذا الحدث. لأن الحدث الأول هو الوصول إلى المدينة، عندما وصل هذا المنتظر إلى المدينة. إذا الأفعال التي انبثقت من هذا الحدث هي الذهاب إلى الميناء، الوقوف على الرصيف، الانتظار، صوت البواخر، دخولها إلى الميناء. إذن البطل هنا في هذا الحدث كان هو بطل القصة، يعني ذلك الشخص المنتظر والبواخر يعني التي دخلت إلى الميناء. ثم الحدث الثاني هو وصول البواخر إلى الميناء، يعني عندما وصلت هذه البواخر، هذا هو الحدث الثاني، يعني إطلالة، تلويح بالأيادي، بعث الضحايا، بعث القبل إلى غير ذلك. إذن البطل أو في هذا الحدث هم المسافرون الذين وصلوا على متن هذه البواخر. الحدث الثالث هو نزول المسافرين، يعني عندما نزل هؤلاء المسافرين من البواخر، إذن ماذا الأحداث التي انبثقت؟ خفقان القلب، تفحص الوجوه، ازدياد دقات القلب، تطلل الوجوه، لأن هذه الصفات التي كانت في ذلك الرجل، ذلك الشخص المنتظر، يعني بطل القصة. إذن كما نرى هناك أحداث متسلسلة، هناك تسلسل في الأحداث، وصول المدينة، وصول البواخر، وصول المسافرين، أيضا تسلسل في هذه الأفعال، هناك تسلسل، ثم تغيير، يعني تحولات بالنسبة للأحداث، هناك تحولات، يعني هنا كان ينتظر، هنا بدت يعني ملامح المنتظرين، هنا ملامح بطل، يعني بطل القصة كيف كانت. إذا كما نلاحظ قلنا تسلسل في الأحداث ثم تحول في هذه الأحداث. اعتمد أيضا الكاتب في كتابته أو في سرده لهذا النص مجموعة من الأسئلة. إذا اعتمد جمل فعلية، كما اعتمد أيضا جمل اسمية، واعتمد أساليب متنوعة من هذه الأساليب كما ترون، إذا حين جاء إلى، التي لم يكن، إلى غير ذلك. الآن كيف أبني سردا تضمن مجموعة من الأحداث؟ إذا كيف تقوم عزيزتي التلميذ، كيف تقومين عزيزتي التلميذة ببناء سرد يتضمن مجموعة من الأحداث والوقائع؟ إذا إليكم الآن هذه الخطوات. إذا هذه خطوات لبناء سرد حول موضوع مباراة في كرة القدم. إذن سنقوم بسرد أحداث ووقائع لمباراة في كرة القدم. إذن تتبعوا معي هذا الجدول. إذن كما ترون لدينا الأحداث، نوعية الحدث، الأفعال المنبثقة من الحدث، ثم الفاعلون أو الأبطال. إذن الحدث الأول هو دخول فريقين. كلكم تعرفون بأن مباراة كرة القدم تبدأ بدخول الفريقين إلى الملعب. إذن عندما يدخل، ما هي الأفعال التي تنبثق من هذا الحدث؟ يعني بعد دخول فريقين طبعا هتاف الجمهور، دق الطبول إلى غير ذلك، مثلا رفع اللافتات إلى غير ذلك.
إذا البطل أو الفاعل هنا في الحدث الجمهور طبعا. ثم يبدأ الحدث التالي هو انطلاق الكرات الملونة، عزف النشيد الوطني. إذا سيبدأ الجمهور ب يعني في تنشيط أنشطته التي يقوم بها من أجل التشجيع، ثم بعدها سيبدأ النشيد الوطني. إذا هذا الحدث الثاني، ما الذي سينطبق عن هذا الحدث؟ إذا وقوف المتفرجين، بعدها يعني عندما يأتي النشيد الوطني انحباس السياح، انقطاع الحركة، ثم تجديد النشيد الوطني. دائما الفاعل هم الجمهور. بعدها الحدث الثالث وانطلاق المباراة أو بداية المباراة، إذا يعلن الحكم بداية المباراة. إذا الأفعال ستنبثق عن هذا الحدث هي إذا شن الهجمات، المراوغات، إذا اللاعبون يقومون بالركض نحو الهدف، محاولة تسجيل الأهداف إلى غير ذلك. إذا البطل في هذا الحدث هم اللاعبون. ثم الحدث الرابع، نقول الحدث الأخير الذي سنختم به هذه الأحداث، الإعلان عن ضربة الجزاء، بمعنى أن سنعلن عن نهاية المباراة. إذا الأفعال التي يمكن أن تنبثق عن هذا الحدث: أخذ الكرة من طرف فريقين، وضعها في نقطة الجزاء، التسديد نحو المرمى، تسجيل هدف لصالح من، إلى غير ذلك. كم عدد الأهداف بين الفريقين؟ إذا بعد تسجيل الهدف ماذا سيقع؟ أيضا هتاف الجمهور، تشجيع الجمهور، اختلاط الأهازيج بين مشجع وبين غاضب إلى غير. إذا البطل في هذا الحدث سيكون لاعب من الفريق، لأنه هو الذي سيقوم بالحسم، يعني من الفريق الفائز، ثم الجمهور الذي سيعلن تشجيعه أو غضبه. إذا هكذا ستقومون بسرد يعني موضوع حول مباراة في كرة القدم باتباع هذه الخطوات، يعني بسرد هذه الأحداث وسرد هذه الأفعال التي تنبثق من الحدث. إذا قمنا الآن بسرد لموضوع حول مباراة كرة القدم بأحداث متسلسلة تبين وتوضح الوقائع والأحداث التي وقعت في ملعب لكرة القدم. إليكم الآن أنجز. إذا انطلاقا من المعطيات السابقة، ابني سردا تستحضر فيه أحداث متستحضر فيه أحداث مباراة في كرة القدم أو لكرة القدم شاهدتها أو شاركت فيها، إذا كنت مشاهدا أو كنت مشاركا عزيزي التلميذ. إذا أتمنى أن تكون الاستفادة قد عمت. إذا وأتمنى أيضا أن تقوموا بإنجاز هذا العمل، وشكرا على حسن تتبعكم، وإلى اللقاء.